لا أزال أشعر بالنعاس. سيساعد تفريش أسناني على إيقاظي. سأقضي حاجتي وأوفر وقتي، أو ربما من الأفضل العودة إلى الفراش. أو ما هذا؟ هل المقعد مرفوع؟ كدت أسقط. أنت تعال هنا حالاً. أنا هنا، ماذا حدث؟ لم ترجع المقعد إلى مكانه. هل أنت جادة؟ أعيد المقعد إلى مكانه قبل أن تجلسي بكل بساطة. لا أريد لمسة. يا إنه مقزز. حسناً، ربما أنت محقة حول رفضك للمسه. مهلاً، ألهمتني فرشاة الأسنان بفكرة. حقاً؟ خذها إذن. سأخذ فرشاة الأسنان ومسدس الغراء. سأضع قطرة غراء صغيرة تحت الشعيرات وألصقها على مقعد المرحاض. ستعمل مثل مقبض لمقعد المرحاض. واو، هذه فكرة ذكية. هذا أفضل. أنا متعب جداً، أحتاج إلى قضاء يوم لطيف وهادئ. تدا، ما رأيك؟ يا ديفيد. ها؟ قلت ما رأيك؟ تبدين جميلة. أعرف، إنها ملابس رائعة جداً. تفضلي، يمكنك تناول كوب الزبادي هذا. شكراً، يبدو لذيذاً. هذا ما أحتاج إليه تماماً. هو كنت أنسى. كلا، أسقطت بعضه. أعرف يا ديفيد، لقد أفسدت زيي. هل يمكنني ارتداء هذا؟ لا تقلقي، سأتولى الأمر. نحتاج إلى صودا خبز. أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة. سأرشها على البقعة وسأعصر عليها عصير حبة ليمون. لن أضع الكثير منه. وأخيراً نحتاج إلى الخل، والآن يمكننا فركه لتنظيف البقعة. سأضع صابون الأطباق على البقعة وسأستخدم فرشاة أسنان لأخلط ما وضعناه. يمكننا مسحه الآن. حان الوقت لتجفيف البنطال الجينز. مجفف الشعر رائع لهذه المهمة. هذا كل ما في الأمر، لقد انتهيت. شكرا لك، هذا ما أجيد فعله. لن تهزمني يا ديفيد، أنا بارعة جدا. أو حقا؟ كانت تلك ضربة حظ. لنلعب مجددا. إيفا، انظري إلى بنطالك الجينز. ماذا؟ يا للهول، هناك بقع بسبب العشب. يبدو هذا كعمل آخر لي. سأصب الخل على البقعة. الآن يمكننا استخدام قطعة قماش لفركها. وكسحري تماماً، اختفت بقعة العشب. أنت بطلي، الآن دعنا نلعب. أوه، لقد تأخرت. يجب أن أنهي تسريح شعري. أين مفاتيحي؟ ها هي. ويجب أن أخذ هاتفي ومحفظتي. أظن أن هذا كل شيء. حان وقت الذهاب. أوه، كانت ليلة طويلة. ربما سيساعدني الماء بالليمون على الاستيقاظ. كلا، لكنه منعش على الأقل. ربما ستوقظني هذه الفرشاة. ربما أحتاج إلى أخذ قليلة. أوف، هذه الفرشاة لا تساعد أبداً. أو بوزي، يا لك من كلب ضرير. أو هل تريد أن أمشط شعرك؟ يا لك من كلب جميل يا ضرير. حسناً، لنتمشى. فرشاتي، نسيت فرشاتي. يا ما هذا؟ أوف، من أين جاء كل هذا الشعر؟ أوه، ماء بالليمون؟ هذا حل مشكلتي. سأعصر المزيد من الليمون في الماء وسأنقع فرشاتي الآن. سأتركها لبعض الوقت. ممتاز، زال كل الشعر. أوه صحيح، لقد تأخرت. أوه، هذا المقال رائع. أوه، عاشق هذه الأغنية. أوه، هاتفي يرن. أنت تفوتين حفلة رائعة في النادي. ماذا؟ حقاً؟ أنا قادمة. سأراك عما قريب. يجب أن أقوم بأشياء كثيرة للاستعداد للحفلة. سأزيل هذه أولاً. يجب أن أسخن مكواة الشعر. أها، سأضع المكياج بينما تسخن المكواة. أنا متعددة المهام في وضع المكياج. حسناً، أين أحمر الشفاه؟
المكواة حارة. كان يجب علي التصرف بطريقة مختلفة. سأحضر منشفة مقاومة للحرارة ومسدس غراء. سأعصر خطاً من الغراء على كامل الحافة، ثم سأطوي الطرف وألصقه في المنتصف هكذا. حالما يثبت في مكانه، سألصق الجانب الآخر. سأضع خط غراء كما فعلت على الجانب الأول، ثم سأطويه مثل ما فعلت مع الطرف الآخر. ممتاز. يبدو شعري رائعاً. يمكنني الآن إدخال المكواة في هذا الجيب حتى لا تحرقني. أنا مستعدة للخروج. أحب تناول الأكل في المطعم، خاصة وجبات البرجر اللذيذة. أوه، على مهلك يا كيفن. من المؤكد أنك التهمت هذا البرجر بسرعة. أوه، هل هذه بطنك؟ يجب أن أذهب إلى الحمام. لقد هضمت هذا البرجر بسرعة. يا للهول، كيفن في منطقة الارتداد ولا أحد يريد أن يكون هناك. لمنع تناثر الماء، جرب هذه الحيلة البسيطة. باستخدام قطعة واحدة من منازل الحمام يمكنك منع تناثر الماء وارتداده. هذا هو المطلوب. لقد ارتحت. ماذا؟ من هذا الشاب؟ يا ويلي، لا يمكن أن يحدث هذا. هذا مأزق كبير. مرحبا أيها القط. بماذا تفكرين؟ ما الذي يمكنني استخدامه الآن؟ لكن هذه المناسف جميلة للغاية. لا أصدق أني على وشك فعل ذلك. كلا، لا يطوعني قلبي. وجدتها. لدي الحل. اقطع المنشفة إلى شريحتين بهذا الشكل. ضع الغراء الساخن على حافة الشريحة، ثم اعمل خطا آخر في المنتصف وآخر على الحافة المقابلة. ضع الشريحتين فوق بعض، وحالما يجف الغراء أدخل حبلا رفيعا بين الشريحتين واربط عقدة على أحد الطرفين. أعلق المنشفة الآن. لن تنفد مناديل الحمام بعد الآن. يمكنك حتى تعليق لفة إضافية في الأعلى. هذه أذكى فكرة خطرت لي. تدي الملكات مجوهرات حمراء، صحيح؟ كنت سأرتديه لو كنت ملكة. اتضح أن واقي الشمس يعمل بالفعل إن تذكرت وضعه. التنفس مؤلم. يبدو شكلك مريعاً. يا إلهي، إنه يلسع بشدة. لونا النجدة. يجب أن تبرد على نفسك. أخبري أمي أني أحبها. لا تقلق. لكن ماذا عن قدميك؟ لقد أحضرت الشاطئ إلى المنزل. سيتناثر الرمل في كل مكان. سأحاول الوصول لقدمي. كلا، لا أستطيع. هذا الشيء حاد. مهلا، هل يمكنني الاستفادة منها؟ لدي حل لمشكلتك. يبدو أن هذا الشبشب على وشك أن يصبح أداة فرك. اقلب الفرشاة، ثم ضع بعض الغراء الساخن على ظهرها. ضع الغراء على كل الجوانب الأربعة، ثم ألصقها بباطن الشبشب. ضع بضع قطرات من الغراء على الحافة، وألصق جواهر بلاستيكية. يفضل إضافة ألوان كثيرة. كرر العملية على حافة الكعب وانتهيت. فكرة عبقرية. ضع فردات الشبشب في حوض الاستحمام وادخل قدميك المغطيتين بالرمل. سيذهب الرمل إلى البالوعة مباشرة. يا لها من حيلة فرك مثالية للرجل الكسول. لا شيء يضاهي الأقدام النظيفة والمنتعشة. لا
تجاعيد شعر بطول شعر لانا يتطلب الكثير من الوقت واللفائف. أمسكت بك. حسناً، انتهيت من نصف شعري تقريباً. سيبدو شعري رائع للغاية غداً. سألفها. هذا جيد. مهلاً، أين بقية اللفائف؟ لا يزال نصف شعري غير مجعد. لا يمكنني تركه بدون تجاعيد. ربما يمكنني استخدام شيء هنا. كلا، لن تعمل هذه المنتجات. ماذا عن الخزانة؟ مجرد حفنة من لفات مناديل الحمام. في الواقع قد تعمل هذه المناديل. أظن أنه يمكنني لف وثني هذه المناديل. خذي بضع قطع مربعة ثم لفيها. تأكدي من تبليل شعرك أولاً، ثم لف المنديل لأعلى الخصلة مثل ما تفعلين مع بكرة الشعر العادية، لكن يجب أن تكوني حذرة حتى لا تمزقي المنديل. حالما تصلين لأعلى الخصلة، لف المنديل واربطي طرفيه معاً. ربما توصلت إلى اكتشاف ذكي يا لانا. والآن آخر لفة. أتمنى أن تعمل هذه الحيلة. لن نعرف النتيجة حتى الصباح، لكن حتى الآن تبدو الأمور واعدة. سأراك في الصباح أيتها الخصل المجعدة. هل حل الصباح؟ حان الوقت لمعرفة ما إن كانت الحيلة ناجحة. التشويق يقتلني. لقد بقيت في أماكنها. هذا جيد. حانت الآن لحظة الحقيقة. يا للروعة، الخصلة مجعدة بشكل مثالي. مظهرها جميل. وبكل سهولة أصبحت خصل شعري مجعدة ورائعة، وكل ذلك بفضل مناديل الحمام. تضطر أحياناً لتلبية نداء الطبيعة في أسوأ الأوقات، مثل عندما تحل واجباتك المدرسية. يمكنه الانتظار؟ كلا، لا يمكنه الانتظار. كان ذلك وشيكاً. وانتهيت. أحتاج إلى بعض مناديل الحمام. لا تسحب قوة يا كيفن. ماذا؟ أين ذهب الحامل؟ كم أكره هذا الموقف. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، هذا القلم على وشك إنقاذ يومي. فكر يا كيفن، شغل مخك. في الوقت الحالي سيعمل القلم كحامل للفة. نعم، مناسب تماماً. أترى؟ يلتف القلم مثل الحامل. يقوم القلم بعمله حتى تتمكن من. أنت تعرف ما أقصده. أصبح فمي منتعشاً ونظيفاً. يا سلام. لماذا تفعل هذا؟ كما لو أني أحتاج إلى فوضى أخرى لتنظيفها. يا لك من قتل مشاغب. أصبحت هذه اللفة عديمة الفائدة. ما الذي يمكنني فعله؟ لكن ربما يوجد بصيص أمل. وخطرت لي فكرة مثالية. هذه المرة لف ربطة الشعر على المنديل. لن يستطيع ويسبرز سحب المنديل الآن. نعم، هذه الحيلة ناجحة. يا لي من عبقرية. نشعر جميعا بالتعب بعد الحفلات، ويبدو كيفن متعبا جدا. يا للهول، انظر لكل هذه الفوضى. يبدو أنها كانت حفلة صاخبة. بالكاد أستطيع فتح عيني. ماذا؟ لقد نمت كثيرا. كيف سأنظف كل هذه الفوضى؟ حان وقت إخفاء بعض الأغراض. هذا جيد. لا يمكنني تضييع وقتي معها. سأضع المكنسة على أعلى سرعة. ماذا؟ ما خطبها؟
أوه هيا. أوه وجدتها. سأكنسها بالطريقة القديمة. ماذا تلتصق هكذا؟ هذا سيء فعلاً. أشعر أني أزيد الطين بلة. ابتعدي عني. لقد تحول المكان إلى فوضى عارمة. انظروا إلى هذا. في الواقع قد يكون الحل هنا. ألصق شريطاً لاصقاً مزدوج الوجه على المكنسة. أزل الغلاف وابدأ الكنس. انظر كيف تلتصق الأوساخ في المكنسة. تعمل كالسحر. لن تشك أمي بأي شيء. أوه. يجب أن أعود إلى المنزل. صوفيا؟ ساعة المنبه الجديدة هذه رائعة. لا مزيد من التأخير بعد اليوم. ماذا عن هذه الساعة؟ لم أعد بحاجة إليها. تم استبدالك. من الأفضل أن أزيل هذا المسمار. إنه عالق في الجدار. لابد أن لدي أداة في مكان ما يمكنها مساعدتي. هذه المطرقة هي ما أبحث عنها. طرفها المسنن سيخرج المسمار. سأجربها الآن. يا ويلي، لقد تركت أثراً على جداري. ما كان يجب أن ألمس المسمار. في المرة القادمة التي تحاول فيها نزع مسمار، من الأفضل أن تنفذ الخطوة الإضافية التالية. هل يوجد أي شيء يمكنني استخدامه هنا؟ قد تعمل هذه الإسفنجة كعازل ممتاز. سأحاول مرة أخرى. إن كنت لا تريد ترك آثار على الجدار، فضع الإسفنجة تحت المسمار أو البرج. بهذه الطريقة لن يلمس المعدن الجدار أبداً. واو، ديكور جميل يا للي. تم تفادي الأزمة. لقد نمت جيدا. لهذا يبدو مظهري جيدا. أحتاج غسول الفم بشدة. هل يجب أن أحلق اليوم؟ لا أظن ذلك. مرحبا، سيكون اليوم يومك. مرحبا. هيا استيقظي. هل تظن أن هذا مضحك؟ يا إلهي، هناك أوساخ على فرشاتي. إنها فرشاتي الوحيدة. دعيني أجرب حيلة عليها. سيعقم غسول الفم فرشاتك. انقعيها فيه لبعض الوقت. إن نظرت عن قرب سترين الأوساخ تتساقط. حسناً، أنت بأمان الآن. هل أنت متأكد من أنها نظيفة؟ حسناً، لا أرى أي شيء. لا أرى أي وسخ عليها. حسناً، ما الذي تنتظرينه؟ بو! ستيفن! أخيراً حان وقت الفسحة. يا كيفن، هل يمكنك مساعدتي في تعليق هذه الصورة قبل بدء الحصة التالية؟ بالتأكيد يا أستاذ. يجب أن تضعها في المكان الصحيح. مرحبا كيفن. هل فهمت كلامي؟ لقد تأخرت على اجتماع المدرسين. ماذا؟ لم أسمع أي شيء مما قاله. على أي جدار طلب مني تعليقها علي؟ سأضعها في أي مكان. أولاً يجب أن أضع المسمار في الجدار. ستكون مهمة سهلة بالتأكيد. تأكد أنه ثابت. والآن سأعلق الصورة. تبدو جيدة. للي، للي، انظري هنا. ماذا؟ كلا، من المفترض أن تعلقها هناك. يا ويلي، يجب أن أزيلها قبل أن يعود الأستاذ. أزلت المسمار.
هذه الفتحة غير واضحة، أليس كذلك؟ أنا في ورطة كبيرة، لكن ماذا أفعل الآن؟ شكراً يا ليلي، هذه تبصرة قد تساعدني. بما أنها بنفس لون الجدار، فقد تغطي الفتحة ولن يلاحظها أحد. هل أنا عبقري أم ماذا؟ لكن عملي لم ينتهي بعد. هل هذا المكان صحيح يا لالي؟ تبدو جيدة يا كافن. سأمنحك درجتين إضافيتين على هذا النشاط. هذا البرجي مثبت بإحكام. أغراضي! لماذا حقيبة الأدوات مرمية على الأرض؟ إنه خطأي. شكرا جزيلا يا كافن، لقد انكسرت نظارتي. ماذا قلتي؟ هل تعرف كم هي باهظة؟ لقد أفسدت يومك أليس كذلك؟ لكن ربما أستطيع إصلاحها. أعطيني نظارة. من المؤكد أنهما لا يتطابقان. أظن أني لا أستطيع إصلاح اليوم للأسف. يا ترى هل يمكن لمشبك الورق هذا مساعدتي؟ حجمه مناسب تماماً، ألست محقاً؟ ابدأ بفرد أحد طرفي المشبك، وباستخدام مطرقة دق هذا الطرف حتى يصبح مسطحاً. يمكنك الآن استخدامه كمفك صغير. حالما تضع البرجية في مكانه، ثبته باستخدام أداتك الصغيرة الجديدة. أظن أني أصلحت نظارتك، جربيها. حسناً، أصبحت محكمة أكثر من السابق. فكرة ذكية يا كافن. لدينا العديد من الزهور الجميلة كما ترين، وعملك هو؟ عذراً. لا بأس، كنت أقول عملك هو رعايتها. جميل جداً، وهذه جميلة للغاية. يا إلهي، كنت أسقطها. هل انتبهتِ قليلاً؟ حسناً، اتبعيني، ها هو إناء الري. واو، سأكون المسؤولة عنه، يبدو عملاً سهلاً. لا تفرطي في ري النباتات. مفهوم. يا إلهي، ما هذه الفوضى؟ نظفيها حالاً. أجل، دعي الأمر لي. لنرى ما لدينا هنا. خذي هذا العصيص ونظفي. أوبس، لن أغضب الآن. أعتذر بشدة، سأبذل كل جهدي. هذا لا يبدو جيداً، لكن لدي فكرة ستجعله أفضل. لا ترمي هذا العصيص وأحضري قلم الطباعة. ارسمي على حافة العصيص المكسورة. يجب تغطية كل الحواف بالبلاستيك. احرصي على عدم ترك أي نقطة خالية. كدنا ننتهي، وبعدها نمد خيطاً من البلاستيك بين حافتي الجزء المكسور، ونصل الحافتين سوياً هكذا. رائع، ونرسم خطوطاً مائلة بينهما، ثم نملأ الفراغات. سيستغرق هذا وقتاً طويلاً، لكن النتيجة تستحق. ومجدداً، لا تتركوا أي فجوة كبيرة. والآن نملأ الشروخ بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد. هذا سيمنع الشروخ من الانتشار ويقوي الالتصاق بالأصيص. ومع لمسة ملونة، يا للروعة! مرحباً. يا إلهي، إنه تحفة فنية، لكن لا تكسري شيئاً آخر. مفهوم. عذراً. كلنا نحب استقطاع بعض الوقت للعب في العطلة الأسبوعية. انظري إلى هذه السيارة السريعة. مهلاً، لماذا توقفت؟ هيا، يبدو أن وقت اللعب قد انتهى. ربما تحتاج إلى بطارية جديدة. يجب أن أفتح هذا الغطاء. مغلقة بالبراغي. لالي، هل لديك مفك براغي يمكنني استعارته؟ حسناً، إنه يستعير أدواتي دائماً. آمل أن هذا هو المفك الصحيح. هل تبحث عن هذا؟ البطارية قادمة. إنه صغير جداً على هذا البرجي، لا يمسك بأي جزء منه. أحتاج إلى مفك بحجم أكبر. آسف أيها المفك الصغير، ما الأدوات الأخرى التي تحتفظ بها ليلي هنا؟
هناك الكثير منها، لا أعرف ما الذي يجب أن أختاره. أريد أن ألعب بسيارتي. لماذا لا يعمل هذا المفك؟ أتمنى لو أستطيع جعله أكبر بطريقة ما. يا للي، هل يمكنني استعارة ربطة شعرك الخضراء؟ لكني ضفرت شعري للتو. أنا لست سعيدة بتصرفاتك. وجدت الحل. لهذه الحيلة ضع الربطة المطاطية على البرج، ستملأ الفراغ وسيتمكن المفك من الإمساك بالبرج. إنها تعمل، أترين؟ أزل الربطة واسحب البرج بأصابعك. افتح يا سمسم. وداعا يا رفاق، يمكنني الآن العودة للتسلية. خذي ربطة شعرك. كرمك أنقذنا اليوم يا للي، والآن يمكنني قيادة السيارة مرة أخرى.